السلام عليكم، دايرين لاباس؟ غنقدم لكم واحد الفكره بسيطه لتحضير واحد الوجبه للسحور. فكره سهله وبسيطه، وقلت نقدم عليكم هنايا ان شاء الله. بخرنا شويه ليشو، شويه الكرنب ملفوف، وشويه البابا بخرتهم. هاد الخضرة كلها بخرتها، وهاد شوية البطاطا، وهاد شوية خيزو الجزر، وهنايا عندنا شوية لانشون وشوية السمك معلب. نقدمو هاد الوصفة على شكل سلطة ان شاء الله، ونتمنى من الله تعجبكم. هنا درنا المقلة ديالنا تسخن، درنا المقلة ديالنا هنايا باش تسخن. غنديرو فواحد شوية الزبدة، هي باغي تحمرات تدخل سخونة بزاف. غنديرو فيها هادشي الملفوف، نسوطيه فيها. واخا أنايا كيعجبني المذاق تاع الفيس فيتون حسين. هي صوتها ممتعة، قلبها من الفئة أخرى. هذا الشكل هذا نبقاو نقلبو فيهم على جميع الجهات. نديرو البطاطا ديالنا تاع الماية، نصفيهم شوية مع الزبدة، المذاق فيها هذا مراتين. هي البطاطا ديالنا حيدناها، نزيدو شوية الزبدة ونتسالي نشحر على الصينية هاد العنشون ونتطهر شوية. هنايا في الطبق ديال التقديم درنا لهاد التشكيلات بحال هكا. نديرو هنايا البطاطا تاعنا هاد الجهة، نديرو البطاطا ديالنا هنا في هاد الجهة، فكرة بسيطة قلت نشاركها معاكم. من الله يعجبكم المكونات كلها، سلطيناها في الزبدة. هنا هاد الباربة هادي، ندير شوية ديال الملعقة،
نحطوها. نذوقوا بها. ما تعرفش هتراضي ماشي محتي ذوقوا هادشي ديالنا. نكملوا هاد الفرقة تاعنا كاملة هي الشكل ديالها زوين بالطريقة هادي. انا تتعجبني الخضر، غتشوفوا الوصفات ديالي بزاف تاع الخضره. وبالاخص المبخره والمسلوقه، اما المقليه نادر ما كنديرها في الطبق ديالنا. ونحيدوا هاد العويدات باش يبقى لنا الكرنب ديالنا مجموع. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. درنا واحد شويه المايونيز هنايا نصايبها في الفطار. ونتمنى هاد الاكله تعجبكم، هاد الفكره تعجبكم ان شاء الله. وشكرا على المتابعه ديالكم، وعملوا لي جيم وعملوا لي سكرايب.